بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاز اللي جاي نصور به الآن هو عبارة عن جهاز ضخ الأكسجين إلى المريض المصاب بمشاكل في التنفس، وهو عبارة عن جهاز بورتابل يعتمد على توزيع الأكسجين خلال عملية الشهيق والزفير. طبعا احنا حاليا هو هذا مصدر الأكسجين، نروح هسه حاليا إلى الجهاز، وهو عبارة عن سيطرة نيوماتيك كنترول مسيطر عليها عن طريق دائرة كهربائية إلكترونية. يستطيع الممرض أو الطبيب المخدر أن يتحكم بمقدار وقت الشهيق ووقت الزفير خلال الدقيقة الواحدة. أيضا يقدر يتحكم بالفلوريت للأكسجين اللي هو لتر بير منت حسب الكيس اللي عنده وحسب حالة المريض. إضافة إلى كون الجهاز هو سهل التصميم وتم تجربته على بالون مختبري اللي أمام حضراتكم اللي هو ذو اللون الأحمر واللي يمثل رئتين المريض. وطبعا هذا فحص، هذا التيست هو عالميا يعني معروف أنه أنت تخلي لك فد عينة تمثل الرئتين وتجري عليها عملية الفحص. جاي تلاحظون الآن أنه عملية دخول الهواء للرئتين تكون بضغط تقريبا من 20 إلى 35 مليمتر ووتر، وهو الضغط المعتمد في دوائر الصحة، ضغط عالمي. وعملية الزفير خروج الأكسجين يتم من خلال الفرق بين ضغط الرئة والضغط الجوي.